شاء الله الألماني شوفوا كيف اقتحم القناة المكسورة، متوسط 200 على اليوم يقرأ 30.5. في عندنا خط استراتيجي هنا شوفوه مكسور هنا، هذا هو، هذا يقرأ 30-30، يعني من 30-30 إلى منطقة تصحيح 61 فيبو، هذه المقاومة الثانية. السهم الآن طالع قريبا نسبة، يعني نسبة اليوم في الألماني ما تغطي الهدف ده، يعني إن شاء الله نشوفه بكرة بحول الله. طالما اليوم نحن نغلق فوق 28.90 على النسبة، يعني بكرة موعودين إن شاء الله بالمقاومة دي المهمة، وإذا اخترقها الألماني إن شاء الله نقول كشف اللي بعدها اللي هي المنطقة الرئيسية هذه اللي هي 31.50، يعني 30.70 بعدين نقول 31.50 إلى 32 المتوسط الشهري هذا. يلا تخيلوا هذا المتوسط، ونحن الآن في شهر فبراير، يعني باقي لنا كم يوم تداول؟ باقي لنا الأحد والاثنين والثلاث، يعني شايفين الآن إلى 32 ريال. إن كنا رجال ونبغى الرجيل تور من بقرة يخترق إيش؟ يخترق السهم المتوسط الشهري ويقفل فوقه في فبراير، مع أنه يعني مو عوايده يسوي حركات زي كده، بس خلونا دحين مبسوطين في الاختراق ده، إن شاء الله بس يقرب من هذه المنطقة وربك يسهل إن شاء الله. شوفوا هذه المناطق كيف كانت دعوم قوية قوية قوية، وبعدين سبحان الله السهم كسرها وبهدل الدنيا وعلق الناس في هذا المحور. هو على الأقل لو فك تعليقتهم عند 30-70 إلى 32، يعني سبحان الله يمكن السهم تزداد إيجابيته أكثر ويمكن يكون نشط، وإن شاء الله نتفائل بنتائج الربع الأول والسهم يستبق هذه النتائج بحكم عودته داخل القناة المكسورة. يعني ممكن نشوف رحلة 37 نشوفها إن شاء الله خلال الفترة القادمة. بس زي ما أنتم شايفين متى تبدأ البزرنة؟ ما يصير يكسر 28.90 ويقفل تحت، يعني دائما فوقها. نحن متفائلين في السعودي الألماني، وننتظر حتى إغلاق على الأقل يومي اليوم لتأكيد والمحافظة على هذه السيولة الإيجابية اللي داخل على السهم.